خبرا أفرح قلوب السوريين وسط الألم الكبير الذي خلفه الزلزال. الحمد لله على السلامة إبراهيم. الله يسلمك يا رب. يعني كنا ناطرين الحمد لله انك تطلع حي وتطلع عايش وترجع لأهلك وحبابك، والحمد لله يعني مثل ما كان الجميع بيتأمل رجعت لأهلك وحبابك. طبعا لحظات صعبة، كنا عايشين من برا، انت كنت عايش 5 أيام تحت الأنقاض. نحكي شو اللي صار يعني من أول يوم الزلزال للخمس أيام اللي طلعت منه. كانت الساعة 4:30 يمكن هيك شيء بالليل، كنت أنا بدي أفتح الحمام وأهلي قريبين. فتحت الحمام وحسيت شوية رجة كذا، ما كنت آخذ وأعطي، فتحت الحمام وسكرت له. أنا سكرت الباب ورجعت الهزة قوية ورجعتني لورا خبطتي حلو. فتحت الباب وجيت بدي أطلع، لقيت أهلي قريبين بكير ماسكين بعض، أختي وأمي. فمسكتهم أنا و صرت كده بنظر العيون شو عم يشوفوا بنظر البناية كمان كتير كنت بروح تيجي، فشعروا الحيطان كلها ده وهبطيت هبطة واحدة الطابق الأول، نحن 5 طوابق البناية وهبطيت، صفينا 3 جنب بعض وقت نزلنا أمي وأختي وأنا. بعدين كل شوي بيقولوا التاني مين بين نحن وشوفي وكذا، بعدين قلت لهم خلاص يمكن هذا زلزال أو شيء ما بعرف، بل شوي توجعوا كذا ما بعرف ليش. هون خلص البناية كانت منهارة كلها لك تحت آخر شيء. شو كنت أنت اللي فوقك والحامي؟ ما بعرف، كله حيطان شيء جنبي. ما كان فيك عم تتحرك؟ ما كان فيني عم أتحرك لا، بس إجري كانت عند أنا بين حجرتين كبار كذا، شيء وز إجري ونفخت مني. بعدين آخر شيء اضطريت إنه أشيلها، أنا ما كان الوجع عشان أشيلها. مسكتها و شلت هيك قوي وجتني كتير، بس تحملت شو يعني. نفس الشيء امي كمان كان في حيطين كابسين على الشيه وجوع كتير اللي نقطعوا 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 نقطعوا. رحت كمان صرت هيك بيجري شد لي اياها اي شيء ما بعرف يعني. كمان نفس الشيء مسكت هيك ايدي لورا وبدي شل اياها اسحبها سحبه وحده، وسحبت هذيك السحبه كمان وجعتها كتير للموت. كانت اجرها كلها طعوجه طعوج كتير، بس ما كنت تخيل تشوف المنظر. بعدين ما في نص ساعة كانت اختي توفي، كان ادري شو كابس. الله يرحمه يا رب. هاي اللحظات الأولى كانت. طيب اليوم المضى الأول كيف مضى؟ كنت انت خلال 5 أيام صاحي؟ كنت تنام وتفيق؟ كنت تسمع الأصوات؟ تسمع الجرافات؟ تسمع؟ يا بنات توهب في العالم. نعم. كنت تسمع؟ يا ما كنت اسمع، ما كنت اتوهم ما بعرف. ما كنت تسمع اصوات ابدا؟ الجرافات الاليات ما اسمع. طيب 5 أيام انت فايق على حالك ولا عم تفيق؟ حاسس بنام. انت مفتح عيونك وحاسس بنام؟ حاسس بنام لك هلا، شايف كثير قصص خاطر بالي عم احكي لهم اياها، مثلا اللي بعرفه من الولاد ما صاير هيك شيء، متاكد انه صاير يعني قصص حقيقيه. سمعت بآخر بس ما بتذكر بينه يوم وبينه كذا شيء مرتين هيك شيء، وأنا ما بقدر لا عيط ولا أقول شيء. ضاوية سمعت حدا نادى هيك صوت؟ حدا نادى باسم ضاوية؟ ما أسمع إلا إبراهيم. طيب 5 أيام يعني انقضوا للحظة وصلوا شباب الإنقاذ لعندك، هي اللحظة تحديدا ما كنت واعي؟ لا، وإذا طلعوني صاروا عالم. أنت كنت غايب عن الوعي؟ لكن، وإذا صاروا العالم يكبروا ما بعرف شو، أنا أطلع هيك فيها إنه شو فين؟ إنه وين كنت أنا ما بعرف شيء أبداً. كان منام؟ أنا منام، أنا ما بعرف إنه عم يكبروا إلي وكذا، إنه مشاني يعني طلعوني على السيارة بعدين أو تطلعون، رجعت هيك قمت بالزد شو فين؟ يطلع شو فين؟ أخذوني بعدين. الحمد لله على سلامة الناجين ورحم الله من توفي. قبل أن أذهب للأستاذ محمد اسمح لي ولكن نقطة يعني أسأل عنها الدكتورة. يروي الشاب زكريا دكتورة تفاصيل مخيفة، ومن رأى ليس كمن سمع كما يقال، يعني